فندم، كنا وقفنا عند السؤال ده، هو رياكتيف مش ما رياكتيف قوي قلنا يعني. انه يطلع رياكتيف. ده رياكتيف. هات لي اكسبلانيشن كده وننجز شويه. ماشي احنا لسه ما عديناش ال ماشي 300، انت فاهم؟ ماشي فيري سلو النهارده. ماشي، البداية بتبقى سلو يعني، شد بقى. الفكره في الكريتوديرما بالنيورولوجيا، نعدي ده. لا صح. وقال لك معاك كلاميديا انفكشن وبتاع، يعني خلاص يعني زي سارة الفل. ماشي. في مي اوكي 27 سنة سافر فروم ابيليبسي has been admitted with a history of disease, pulse and swollen left cuff. Her blood pressure recording confirmed posture drop in his systolic reading over the over 22 over 20 بوستر دروب، يعني معاه بوستر هايبوتنشن. تمام. هير بايوكيمستري شوز صوديوم كونسنتريشن 26 اوكي هايبونوكيميك، بوتاسيوم 6.1، هير بلاك كاونت از نورمال، مور بليتد كاونت، نو هيستوري اوف سيرجيكال بروسيدجر، هيستوري اوف سبونتينيوس 3 سبونتينيوس ميسكاريج. Nurse has noticed that at times she makes jerky explosive movement of her limbs. يا ماشي انت بس فليبت، بس في حاجات مش متفسرة، تفهمني؟ عشان الصوديوم والبوتاسيوم يعني ده وتبص الهايبوتنشن، الثلاثة دول مع ال ممكن يكون السيدة يعني، مع الأديسون، بس في أديسونيان كرايس، في أديسونيان كروز، في يعني هو قال إن هي أديسونيان انتوسفاليبيد كروز بس والحالة بقى عملت إيه؟ الصوديوم عالي، قليل والبوتاسيوم عالي، في أديسون، في أديسون هايبر كاليميا وهايبوناتريميا. وبوسترال هايبوتنشن. هي اديسونيان كرايسيس بقى مع الانتي فوسفوليبيد انت بس عشان الكلوتينج عموما، يعني عشان هو بيبقى فيه كلوتس كتيرة، فممكن تبقى سادة الفاسكولار سابلاي، يعني قصدك ممكن. تمام، يا نور. هي انت بس ريو سندروم ايوه يعني، هنشوف اسفل هي انت بس ريو سندروم، هات عاصم نكسب دينيشن. يا هات مسكارج فوسفوليبيد ترومبوسيتوبينيا انتيبوديز ويز برولونج بوست اي بي تي سي. خلاص هي مس فوسفوليبيد رسمي، فاهم نصب يعني. اخر سطرين، low sodium and صوديوم elevated ليفل potassium and potential drop في blood pressure seen here raises the possibility of adrenal involvement leading to Addison. دايما الاديسون دي بس بتحصل بعد هو الاديسون يعني بعد بيبقى الولادات اوتو وبعد ميون، القصه دي. مش لازم، مش لا لا مش ممكن. ممكن ممكن البلد. بعد لا بس هي ما ولدتش، هي ما ولدتش، انت فاهم؟ هي ما ولدتش، ده في مشكله كده في الادرينال هي جلاند، البريجنانسي، بيتيوتري بريجنانسي جلاند. ريليتد اهي، شوف بريجنانسي ريليتد كومبليكيشن. مش دايما الشيهان، دي شيهان حالات سن ايمرجنسي، شيهان لا الشهان دي بوست بارتم، شهان دي بوست بارتم بعد الولاده ممكن يحصل شهان، انما اثناء البريجنسي فاهمني؟ فين البليدنج اللي حصل؟ انت فاهم؟ طب وبعدين هو قال لك ادرينال انفولفمنت ايه زي ما الدكتوره بسمه قالت عادي، يعني، اصل في عشان حصل معاه ثرومبس يعني، فالقصه يعني حصل ثرومبس، هي قصة يا مش بلاد جماعة، فلو. القصة دي ده ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، مش معناها يعني ان يعني ده بيحصل مع اي ايمرجنسي، يعني لو مثلا حالة هايبر ثيروديزم او حالة هايبو ثيروديزم، فتلاقي يحصل ادرينو كورتيكال انسفيشنسي فيجي بهايبوتنشن، وده على طول لازم تدي سوليوكورتيف. فبما ان دي حالة كده عشان في هتعتبر ستريس، عشان ايمرجنسي، في يعني ستريس حالة تدخل الاي كونديشن. سي يو،
ايوه أحسنت يا دكتور. هو حد ممكن يدخل يعني في نفس ادوسونيا، السيناريو ده هتلاقيه مش حد ممكن يدخل في ادوسونيا كرايزس يعني من غير اندرلاينج ادوسون ديزيز. هي اسمها يعني هي اسمها ادرينال انسفيشنسي، يعني بتلاقي بقى العيان يدخل في هايبوتنشن وتلاقي الصوديوم قليل والبوتاسيوم عالي، ففي الحالة دي بيبقى محتاج سوديو كورتيف، ونفس السيناريو ده بس مش انتي فوسفوليبيد، ممكن تلاقيه مع الهايبر ثايروديزم او الهايبوثايروديزم، يعني اي حالة ايمرجنسي ممكن يجيب لك السيناريو ده. الله ينور عليكي والله، اكسبلينيشن 10 على 10. في والفكرة اي الفكرة بس ستريسفول بيحصل في كونديشن النورمال لازم تدي انديفيديوال كورتيكوستيرويد. ولا لازم يكون في اندرلاينج اديسون؟ هو بالظبط، لا هو بالتالي احنا في تيك شوك بنعمل بندي سوليو كورتيف 50 ملي جرام كل 6 ساعات. عشان ايه؟ عشان دي برضو ادرينال انسفيشنسي. ولازم يبقى في في ايه؟ مشكلة في السكريشن الأول، وبعد كده يحصل تريجرينج عشان يبدأ يدينا الكرايسيس. لو مفيش مشكلة في بالظبط. السكريشن وعندنا تريجرينج، خلاص مش هيحصل له الكرايسيس. وبعدين ابو ده اللي انا اقصده، هل هي هو بتحصل في مع العادة نورمال دكتورة، انديفيدوال ولا لازم لا يكون في نورمال، لا اندرلاينج؟ نورمال، لا يعني انت لو اه اسست له السكريشن بتاع نورمال خلاص هو بيكمبنسيت، انما لازم يكون في ديفكت. اي ثينك ان بالظبط برضو بالظبط. هو اصلا يكون الكلام مظبوط، الاديسون كانت دي اشهر حاجه، اوتوميون او يكون ادرينالايز، ماشي مثلا على كورتيزول وما هو ده اللي ما بيحصل. زودناش الجرعه، هو ماشي على دخل في ستريس. كورتيزون ودخل في ستريس، لازم تضاعف الجرعة عشان ما يحصلش كرايسيس. احنا السؤال هنا ده ايه عفوا، اللينك بين الانتي فوسفوليبيد والاديسون ديزيز؟ ده هو الـ هو الـ ABS مكتوبة من أسباب الأديسون، هي مكتوبة كده من يعني. اسباب الاديسون. مكتوبة لأن هو بيعمل ثرومبس على البلاست سبلاي زي ما انت قلت، وهو بيأفكت السكريشن. هي نفس فكرة لو كان هايبوبيتيوتيريزم بالكمبريشن أو فاسكولار زي الشهيان، هي نفس الميكانيزم. الشهان هيقلل، بيقل البلد فلو، بينما هنا لا، بيحصل ستروك. هنا قفلت البلاد فلو، ماشي ماشي. ايوه نفس تمام. في حاجه، بس ايه صوت كده مش عارف. عندك اكتر فضل عن الدكتور من الدكتور لا تيسير؟ مش عندي، انا قفلت المايك وكان ايوه بس خلاص صوته موجود. يلا ممكن بس ماشي. نشفت، طيب ماشي، كان نشفت. خد اكتر من حقه السؤال ده، سؤال ايزي كمان. يلا ماشي اشرف. 177 سنة. says he woke up in the morning with a painful warm red swollen right knee. He is only taking Cyroflexin for hypotension and says he no other هايپوثايرويدزم. medical problem apart from some old age arthritis. X-ray decalcification of the meniscus only. Contour calcinosis يعني. CRP 49 ESR 45. What is the most likely diagnosis? Pyrophosphate arthrosis. صح؟ السودو جاوت هو ده اللي بيعمل سودو جاوت. اكزاكتلي الكوندروكالسينوزيس. بالظبط. اكزاكتلي نعدي سهل بالنسبة للناس كلها. تمام. ماشي. ماشي شوف سؤال تاني. هي الفوسفيت ارثروباس هي السودو جاوت؟ يا دكتور. طب نرجع بس عشان خاطر الدكتورة نقرأ الاكسبلانيشن. معلش يا اشرف. السودو جاوت باي ديفينيشن از كالسيوم بايروفوسفين ديبوزيشن. البايروفوسفين السودو جاوت الدياجنوز هو السودو جاوت بايروفوسفين ارثروباسي كاركترايزد باي ديبوزيشن اوف كالسيوم بايروفوسفين دايهيدريت كريستالز في البايبروس بارتيكولات كارتر. بس هو بيترسب برضه في المينيسكاي، في المينيسكاي، وبيعمل لينير اللي هو هذا الكارتريدج. والريسك فاكتور، الريسك فاكتور طبعا قلنا الريسك فاكتور بتاعت السودو جاوت الهيموكروماتوزز والويلسون والهايبوماجنيسيميا وهايبوفوسفاتيميا والهايبر باراثايروديزم والايه والاكروميجالي. تمام تمام شفت. ماشي يا اشرف. 26 Asian woman complains of back pain with tenderness في الصايد. She also mentioned that she finds it difficult to climb stairs. She has never smoked and does not
drink alcohol. She has also well controlled asthma. تاخد لها low dose inhaler corticosteroid. الفرد ذات count normal. She has an alkaline phosphatase 250 normal من 40 ل 125. بلازما كالسيوم concentration 1. hypocalcemic. Her liver and the kidney function normal. تمام. تمام. What do you expect here pelvic radio graph show. انت اول كده اول شخصت ايه؟ استيماليشن فيها استيماليشن الكلاين فوسفاتيس عادي والكالسيوم وات يبقى استيماليشن صح؟ استيماليشن مظبوط تمام. طب الاستيماليشن هنشوف ايه بقى؟ هي بتاخد كورتيكوسترويد ديكريز في البون دنسيتي هنشوف ايه هنشوف جلوبال ديكريز لا دي مع الاوستيوبوس ده مع الاوستيوبوس هي انا بتهيألي اللوزر باند ترانسلوسنت باند ترانسلوسنت باند اللي قلنا بنلاقيها في الاكس ري دي بيبقى اسمها برضو ترانسلوسنت باند برافو صح انت كنت شيرتها لنا يا دكتوره صح ترانسلوسنت باند كانت الدكتوره لبنى حطت صورتها على على الجروب غير دي اللوزرز زون هي نفسها اللوزرز زون هي دي تمام 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 اسمها التاني او سودو فراكشر او ترانسليوسنت باند تمام تحبوا اوريها لكم سريع كده لو انا اخد وقت يعني لا هي اشرف بس ايه عشان ايه تلزق يعني بس طب هاتها من الميديا طيب دكتور حسن شوفها في الميديا على الجروب هي هنا انا كنت النهارده كنا مشيرينها تقريبا مش عارف واضحة بالنسبة لكم ولا ايه ايوه عاملة زي سودو فراكشر فعلا الصورة الاب ليفت هي اللي واضحة اللي فوق على الشمال دي الصورة اللي فوق الارض اللي انت شغال عليها دي اللي واضحة تمام ودي برضو واضحة اوي دي في الهيبرجوينت ودي في الليفت طيب تمام 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 ترانسليوسنت باند اوكي ميل 55 سنه جاي باكيوت ام اي هي هاز بين ريسوسيتيتد اند ثرومبولايزد هي ناو منشن هي هاز بين فيلينج ان ويل فور ذا لاست 2 مانثس ويز ديزني ماليز جوينت بين ويت لوس انترميتنت فيفر الدكتور ريسنتلي ستارتد هيم اون انتي هايبرتنسيف دراجز and he has recently experienced palpitation. He also gives a history of patchy numbness over the lower limbs and arms. The blood test reveals that he has a mildly raised urea creatinine, ال ESR 88, CRP 35, his past medical history of IV drug abuse or unprotected sex. What's the diagnosis? ممكن نجيب الكيس تاني معلش الروماتويد ارثرايتس مش قلنا الروماتويد ارثرايتس ساعات بيبقى بيسيميك هارد ديزيز فين الارثرايتس اللي موجوده هو عنده ديزنيا وجوينت بين لا هو انترميتنت هو يونج ايج بالنسبه للام اي طيب ما هو الروماتيك بيجي معاه كونستيتيوشنال برضه بيجي معاه جوينت بين يعني فين الارثرايتس يعني تفهمني فين الارثرايتس اللي عنده جوينت بين عشان نقول هو روماتيك فين الارثرايتس بتاعي هيبقى اوضح من كده يعني هيقول الجوينت مكانها فين وكده تاني بولي ارثرايتس وانا كمان اصل هو بيقول في باتشي نامنس في اللور ليم وفي الارم وفي هاي معلش هو عاطي لابس مش عاطي لابس لا هو مدي لك اختيارات تحت انت نقي منها انت فاهمني لا لابس لابس ال اس ار عادي وال سي ار بي عادي في هايبرتنشن وفي يوريا وكريات عاليين فين اليوريا يوريا وكريات عاليين تمام انا كده مع البال
خلاص دي بول ارترايتس ملوزة. تمام. صح كده، رينال افكشن فيها بيبقى عالي جدا. امبيرمنت رينال امبيرمنت وهايبرتنشن وام اي وام اي واريزمي وهارت فيلير اوبن نيوروباثي، دي غالبا دول اصلا سيمتومز. تمام. اوكي. ثواني صح ثواني، بنعمل الانجيوغرافي هنشوف المايكرو انيوريزم ايه تاني، الهيباتيك ايه تاني عدى والانترستاينال معانا في والرينال الاسكيميك فيزيتس. هارد ديزيز في الروماتولوجي؟ في حاجتين عدوا معانا، الروماتويد ارثرايتس واللي هي ال والسيستميك لوبس معظم يعني، والفاسكولايتس معظم الفاسكولايتس هتلاقي معاها كورونري ارتري انفكشن، يعني مفيش حاجة سبيسيفيك فيها. الإلاستيكم دي، الإلاستيكم برضو لو تفتكر. سودانسوما الاستيكم. تمام سودوزانسوما إلاستيكم تمام برضو. تمام، دي مش كلاسيكال، السؤال صعب ده برضو. البولي أرترايتس نودوزا بيجي بطريقة أسهل من كده ساعات، يعني واضح يعني. ايزي. ماشي. ستيل ديمان 25 سنة جايب مورنينج باك بين وستيفنس فور ذا لاست 3 ييرز، هيز جي بي جاست تولد هيم تو تيك نسترويدل هيز اوف انترميتنت تريد اند اتش اي ايز اند ارثرالجيا اوف هيز نيز اند ايلبوز، هي هاز ا سيفير ليميتيشن اوف بوث فورورد اند لاترال فليكشن. تمام. الاي اس ار ريزد نور بلاد تيست نورمال راديوجرافي از تيكن ايه الموست لايكلي راديولوجيكال فايند، هنلاقي هو ايه الرابط كلوزنج، فيرسز بايند ده، كلوزنج كده يعني هي الكلوزنج. هي دي كده ان كلوزنج. بيبقى معاه الفرتبرا بتبقى لا ولا فورمالين، ايه هي فورمالين الترام لاين دي كانت تقريبا هي اسم تاني للبامبو ساين. هي البامبوساين ترام لاين، هي البامبوساين صح. انا فاكره تشخيص كده من راوند، مش فاكره تمام كده حاجه. تمام هي البامبو ساين دي. هي الترام لاين، هي البامبو ساين. تمام. لا برافو دكتورة بسمة. تمام. سنتوس موفايد دي اسمها ايه؟ ايوه سندس موفايد. في المارجنز بتاعت الفرتبرا، والفرتبرا برضو بتبقى ايه، مربعة سكويرينج. صح تمام، وبرضه سكرو ماشي يا باشا. جوينت بيبقى معاه حاجات. طيب تمام. ماشي يا باشا. ليش اشرف ميل 73 سنة جايب ماليز وانوركسيا وبين في الشولدر والهيب and a weight loss 8.7 كيلو which symptom have developed over the past 3 months examination are remarkable except for mildly painful limitation of movement of his hips and shoulders. ليس صار 72 سي ار بي 35 في نورمال سي كي في نورمال ريج. روماتيكا روماتيكا هي اللي بيبقى معاها السي كي طبيعي، بتبقى في البروكسيمال برضه صح؟ وكمان عشان البين مش ويكنس، يعني دي بتفرق. وعشان يعني لو قال ويكنس بنبتدي نخش في البوليمايوسايتس او الانكلوجن مايوسايتس والحاجات دي، هنا بين بس يبقى بوليمايالجيا روماتيك. الله ينور عليك يا دكتور. معلش هي الماسونيا جريفيس كان معاه السي كي عالي ولا نورمال؟ لا نورمال ملهاش دعوة، نيورو جانكشن ترانسميتر ديفكت، المصل الطبيعية. هي كانت هنا في ضمن الحاجات ولا ايه؟ ايه اللي جاب؟ لا 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 ده انا بس بالنسبة للسؤال بقى يا دكتور حسن، في سؤال دايما كده حلو، فيقول لك ايه مين العيانة اللي تفطرك ما تغدكش، ومين العيانة اللي تغدك ما تفطركش؟ تفطرك الاول، اللي تفطرك ما تغدكش الماسونيه، واللي تغدك ما تفطركش الروماتيد ارثرايتس. معلم يا دكتور اشرف والله. صح حبيبي صح حبيبي صح برافو. اقول لهم الاسباب بقى.
ايه عشان الاوثيتس معاها مورنينج ستيفنس، فمش هتفطر وبتفك وبعدها. وبتفك مع الحركه. المايوسينيا تمام بتصحى كويسه، ولما بتتحرك وبتبذل مجهود بيبدا بالظبط. يظهر عندها الويكنس. تمام تمام يا باشا، ممكن تبقى كويسة وما الهيماتوت. تقدرش تتحرك برضه. نعم هيك. طيب نشوف اتفضل يا السؤال اللي باشا. بعديه. 155 سنة of great sensation in his eyes and dry mouth of several months duration. He also has big joint pain in his hand and feet. His wife mentions he is also dyspneic on exertion and cannot keep up with her during ما يقدر مش مش بيقدر يمشي معاها يعني. جوجرن جوجرن عشان دراي اي وماوث. دراي ماوس يا باشا. ستيشن ودراي اي ودراي ماوس. البالمونر فايبروزز ده بالظبط داخل المشكلة الجسم. اللي عنده هي البالمونري افكشن. هي دي اللي خوفتك في السؤال. جابانيز ميل 33 سنة كومبريز اوف ريكارنت اورال اورال وجيت بيست الالسر بيست. بيست. وايه فاضل؟ الاي فين؟ اي مش كاتب حاجة. مش ريد اي. فاضل، هو الاورال والجيت الالسر الاثنين دياجنوستيك بالاسد. هي هو اتش سي اند ريد اي. لا هو تريد برضو جينيتال ألسر اولر ألسر. وكنا قلنا البيست ده بيبقى معاه البانيوفيتس باين ولا كان بيس البانجويتس البي مع البي بانيوفيتس ده؟ ما انا دكتور محمد. بي بي بان. مش دكتور محمد. واللي بيبقى معاه الانتيريور كان الرياكتيف صح؟ الروماتويد يا باشا. انكيلوزنج بالظبط. انكيلوزنج في الجي اي تي الانفلاماتوري باول ديزيز مع التول فايت الصح. ماشي. من 22 سنة كومبلينز اوف اكيوت اونست اوف شيست بين اوف بين اوف بين اوف بين في الالبو. اكيوت اونست اوف بين في الرايت الالبو اند بوس اكيليس تندون. هي اولسو جيفز ا هيستوري اوف ديسيوريا كونجكتيفايتس فيفر. هي ريتيرند فروم هوليدي تمام انبروتكتد سكس في ماكيولد اند باستيولز اون هيز هيد اند ديفيت الاكزامينشن قال كذا. فغالبا دي يكون كوكا رياكتيف جلوكوكال. جلوكوكال ارثرايتس. جلوكوكال جلوكوكال. طيب ولا الهاندز رياكتيف. اند فيت دي باستيول ولا نعديها؟ هي لا ثواني يا حسن، مش ثواني الكراكة ثواني. لا مش جلوكوكال. لا ثواني. دي رياكتيف يا باشا. دي رياكتيف رياكتيف صح. رياكتيف بالظبط. وارثرايتس و كانتر. رياكتيف. دي رياكتيف. يا خدمة معلش سرعنا. ما هي الحته بتاع هي الباستيولز الريش. والماكيولز بتاع ده مهم. هو الريش اللي مهم. وداني لل السيبتيك والرياكتيف. الريش مهم يعني، دي اللي احنا نطلع بيه الكلو بتاع السؤال. تفرق السيبتيك من الرياكتيف ازاي؟ بص على الريش خصوصا في اللي هو اليلو كده. ووكس الريش ده. مش ماشي مع الرياكتيف. ها لما كده الريش مش ماشي مع الرياكتيف. ما بالظبط انا رحت مع جون ومع جون وكوكل عشان كده. تمام بس هو كده الراش واضح ان هو ملوش ما يديش ديفرنس يعني. هو ثانية واحدة، إذا أنتوا بتقولوا الريش مش ماشي مع الرياكتيف دي، ايه هو بقى؟ بيقول الريش على اهو الهاند اهو على البالم و كرياتو. مش قلنا اللي هي ديرما اليالو واكسي براون دي بتيجي في الرجلين، الصورة اللي الشمال الهاند اللي شمال. والفيت. أيوه هي بتاعت الرياكتيف. ده هو بقى عاملها على مزاجه، كاتب بين قوسين ماكيولز وفيزيكال وباستيول. هي قبل كاتب كده كانت كل السكين ليجندز. ما انا قلت لك هي راش خلاص. راش مثلا في الهاند في الفيت خلاص يبقى رياكتيف بقى. هو السيناريو جونو كوكل يعني، وحطيتها نمبر ايه عشان الواحد يغلط بسرعه يعني. طب بقيت الجونو كوكل ليه غلط؟ ميجراتوري. الجونوكوكا الميجراتوري
يعني بيصير ميجراتوري بول، ميجراتوري بول اسيتس جراتوري يعني بيبقى في مفصل وبينقل من مفصل لمفصل، مش اديتيف. الاديتيف بيبقى زي زي الروماتيك ارثرايتس، الاديتيف يعني بيصيب مفصل اسمها فليتنج ارثرايتس يا باشا. اسمها ايه؟ فليتنج ارثرايتس، فليتنج زي بتاع الروماتيك فيفر. فر المفاصل، بيسموه فر المفاصل الميجراتوري ده. يعني مش مقتنعة بالسؤال ده، بس يلا اللي بعد. هو انت ايه، هو انت معترض على ايه دكتورة؟ يعني ايه انا لسه عايز ايه بالظبط؟ واختارها جونو كوكا لان قالوا الكيراتوديرما دي دايله واكسي عامل زي الشمع كده، فين بقى؟ في البالم والسود. انما الماكيولز والفيزيكال والباستيول بتاع الجونو كوكال دي بتبقى في الدورسم بتاع الفوت، يعني عكس، في الدورسم مش في البالم والسود. فكان السؤال مكتوب ان في ماكيول وباستيول في الدورسم اوف ذا فوت. طيب الدورسم اهو، ومش قاسد مش قال الدورسم هنا مش مش متكلم اصلا دورسم ولا معلش. هات الكيس تاني كده حصل، معلش. بس عارفه الكلوة دكتوره مش قصه الراش هنا بصراحه، اللي هي هي قصه ان بيقول ديسيوريا وكونجنكتيفايتس وفيفر وواحد جاي من سفر و... ايوه بالظبط، وكمان 3 ويك. 3 ويك برضه كانت قصه الراش دي هي اللي بنفرق بينها وبين اسجونو كوكا، نفس القصه برضه. الراش ما تفرقش، لا السيناريو بتاع الكيس هو اللي يفرق. يعني ال 3 ويكس دي بتاعت الرياكتيف من 1 ل 4 ويكس بعدين يبدا يظهر. مين قال لنا حكايه الرش دي؟ انت حسب قلت لنا حكايه الرش. الرش بتاعت الرياكتيف دكتوره بسمه تقريبا، ولا دكتوره مريم باين. انا لو قلت لها اني لسه قاريها في الظهر، بس اصلي يعني السيناريو بتاع الاثنين واحد، الاثنين ممكن يقول لك راجع من سفر الاثنين. يعني برضو نفس الارثرايتس، نفس ال كونجنكتيفايتس. فقلنا يعني اللي هيفرق الرش، بس طلع ده مش الفرق. بس هو على فكرة الباس تيست ده يعني فيه العيب ده، ان هو ساعات بيحط الاجابات على مزاجه كده ويبتدي يخيطها على مزاجه يعني. فانا لما بتسئلها زي كده بعديها بصراحة. ولو في ديسكشن كان هيفيدنا، لو فيه اللي هو هو حاطط الجراف ديرما وحاطط بين قوسين ماكيولو فيزيكال وباستيول، مع ان هي يلو واكسي يعني عامله زي الشمع كده، ملهاش دعوه بال. كان المفروض يكتب كده اتليست، يعني يكتب كده عشان يريحنا برضه. دكتوره بتقول ان الجلوكوب كان ما معهاش الكونجنتيفايت، ومعهاش كمان الاكيلس. فين الكيس؟ معلش ممكن الكيس كده تاني يا دكتور حسن؟ الاول ساتر بوس اكيد الستندونز دي مش موجوده في الجونوكوكا في السيبتيك ارثرايتس. هتصيب الجوينت مش هتصيب التندونز. طيب تمام. طيب وهي ما فيش معاها برضو اي الجونوكوكا؟ ايوه بص يا دكتور، الصوت بيقطع مش سامعك يا دكتور محمد. يروح يا دكتور ما سمعتش. طب اخرج وادخل تاني، هنستناك مش سامعينك. يلا نكمل. ما قبل 20 سنة كنت جهاز هاد بين في الابدومن والنيز والالبو for the last 7 days he had an upper tract infection 4 weeks ago he also has a rash on his buttocks and lower limb. تمام. هيموجلوبين وايت بي سي بليتليت صوديوم بوتاسيوم كريات عالي شويه، بلاد بلس 1 وبروتين بلس 2 وتشيست اكس راي كلير. تمام. فانكشن شكلها دي خدناها في صح، في هيماتوريا بروتيناريا. بتبقى في مكانها برضو في الليجز وعلى البوتوكس برضو اللي هي مظبوط مظبوط. في ابدومينال بين فيها، في رينال افكشن. هي بتهيالي تمام. اللاين بيربرا يا باشا دي البليت للارمه. انت بتقول ايه يا دكتور محمد؟ ما سمعناكش المره اللي فاتت. بقول لحضرتك احنا كنا معروف يعني ان الرياكتيف ارثرايتس التراب بتاعها اللي هو كونجكتيفايتس
وريوسرايتس والارثرايتس. فانت قدامك في السؤال كونجكتيفايتس وقدامك ديسيوريا تمام، فطبعا كومبلكس كوم بتاعها يعني. ايوه يا باشا قدامك والديسيوريا واضحه وكونجكتيفايتس واضحه، كانت سي كانت بين هزني زي ما حضرتك عارف. ايوه وكمان ريش بيقول لك ريش يعني بالمره كلاسيكال يعني. من الريش خالص، انت عندك سيبك كمان من الريش، انت عندك كونجكتيفايتس وديسيوريا الحاجات اللي هي يعني كومونس كوم بقى يعني ايه يعني، يبقى ما قدامكش الا رياكتيف ارثرايتس اعتقد ذلك يعني. بس هي برضو الكيس برضو تغير احنا كلنا لحد ما طلع لنا الجونوكوكل يعني، احنا كنا كل ما بنشوف ارثرايتس وجونوكوكتيفايتس الاساس بنقول ان دي رياكتيف، لحد ما طلع موضوع الجونوكوكل ده بقى، فلازم نقعد نشوف ايه الفرق عشان نبقى عارفينهم يعني. لا لكن وهو هي فعلا السيناريو بيحاول يتوهك برضه دكتوره، هو بيحاول يروح ناحيه الجونوكوكل في السيناريو يعني برضه اوفرلابنج في السيمتومز. انت يا باشا هو ماشي بدماغه كده الباس تيست كده، نحط مثلا السيناريو طبعا الناس كلها طبعا طالما طلعت جونو كوكل جديده كله هيجري عليها ويختار، فيحط لها يحطها لك في الوش عشان اول ما تبص عليها تاخدها ايوه طبعا هنختار. امال يا باشا هم كده بيحطوا السؤال كده يعني، مثلا طلعت جونو كوكل خلاص يبقى طالما كوكل طلعت يبقى هي اللي هنختارها كلنا. شكلك دكتور محمد مع نظرية المؤامرة. الناس بتقول لك ايوه يا باشا امال ايه بيسقطونا. المنوفية بقى لازم افهمه. تفضل يا دكتور. 40 سنة تمام يا دكتور. 40 سنة is been evaluating for recurrent mild hemoptysis. He gives a history of recurrent sinusitis. مجبين وايد بيسيز اي اس ار عالي، يوريا وكريات عالي. في اكتف سيدمنت سيتوبلازميك والانكا سي انكا بوزيتيف شيست اكس ري في مالتيبل كافيتيز في البوسلاين فيلز دي فاجنر فاجنر. طيب شوف السؤال بقى هو بيقول ايه بقى. صح فاجنر تمام يا باشا صح. Which of the following statement is correct regarding his condition؟ احنا السي انكا كنا بنعمل مونيتورنج للديزيز صح؟ بينما البي انكا ما كناش بنعمل مونيتورنج لان السي هو فاجنر هو مرض واحد احنا بنمونيتور بالسي انكا، بينما البي انكا احنا بنشخص بس بيها ما بنمونيتورش الديزيز بيها. فهي ايه؟ ثواني نقراها حسب بس معلش. لا العكس السي انكا مش بالديزيز اكتيفيتي البي انكا. لا والله بدور عليه. اللنج بيوبسي هاف ا دايجنوستيك يلد بالظبط يا استاذ محمد الله يرحم عليك. اللنج بيوبسي اللنج بيوبسي هاز ا هاي دايجنوستيك يلد، ولو كان في رينال بيوبسي كنا اخترنا رينال بيوبسي برضه. ايوه يا باشا صح. صح في رينال بيوبسي مفيش ايه يعني لو اولسو سين ان رينال بيوبسي جرانولوما سوبر فاسكولايتس. الواحد تمام ما هنخش من غير دكتور. روماتوزس كولانجايتس تزع كلينيكال باثولوجي تيتي كاركترايزد باي ترايد انفولفمنت اوف ابر ريسبيرتوري تراكت مع لور ريسبيرتوري مع ريزد سي انكا لانج بايوبسيس شوز باسكولايتس وجرانيلوما. حد على اللانج كده يا حسن؟ حد على الرينال؟ الرينال؟ كيف هي في المره بقى المره اللي غلطت فيها دي بتاعت الريلابس بتاعت الانكا افتر ديز ريميشن هي الانكا هي واحده فيهم احنا بنمونيتور بيها فاهم. لا هو ماشي بس هو بعد الريلابس وقال لك ان السي انكا هيفضل اليفيتد فور ييرز مش فور حتى الدكتور كان فعلا قال ملهاش لازمه ان انت كل شويه تعملها. بس هي بتقيس السيفيريتي طيب بتاع لان في واحده فيهم متميزه عن الثانيه بحاجه. هو الحته اللي حضرتك بتقول عليها يا دكتور حسن السطر هو مكتوب some correlation between the C anchor levels with disease activity بس هو ده السطر اللي كان بس مع الريلابس مش هيقول لك الريلابس. لكن مش بتعتمد عليها يعني في ال رينال بايوبسي هيشوف الفاسكولايتس والجي ان and occasional granuloma formation although it is a GN which is
the dominant feature. يعني اللي نطلع به هنا من السؤال ده ايه بقى اشرف؟ lung biopsy. lung biopsي اللي انشخص بها زي الفل. انشخص بها طب لو كان ايه انت بتقول لو كان كاتب الرينال بايوبسي يبقى رينال؟ لا هو اتضح هنا ان lung biopsy هي اللي هتشخص. انما الرينال بايوبسي هتقول ان في فاسكولايتس وتقول ان في جي ام. مع انه مش الجود باستير برضو هيبقى فيه نفس الحكايه في اللنج اللي بيفرق الجود باستير اطول من اللنج الريسبيراتوري مش اللنج بتهيالي. نعم الجود باستير الباستير كان في الالفيولاي برضو في مشكله لا في اللور لا 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 في اللور ريسبيراتوري في اللور ريسبيراتوري مع انتي جي بي ام انتي بودز ده الجود باستير. تمام تمام انا قصدي مش كان اللي كان اللي بيفرق بين الجود باستير والفاجنر ان الفاجنر معاه ابر زياده يعني او الجود باستير مع لور والانتي جي بي ام برضه بيفرقوا. اوكي اوكي دعك من الرينال والسي ان. هو جاب لنا السؤال ده ليه هنا ليه دلوقتي انا مش فاهم ايه يعني هو جايبه ليه اصلا؟ عشان الانكا. عشان الانكا اه بس زي باشا فاسكولايتس اه 130 سنة ومليزو فيفر وباك بين وجوينت بين of 1 week's duration only examination arthritis is present asymmetrical in lower limbs involving his knees one ankle and some metatarsal pharyngeal and two joint and eye examination reveals conjunctival condition and there is a vesicular crusting lesion on the left sole of his foot. ليه صار سي ار بي الهلا ب 27 بوزيتيف سيرو نيجاتيف عنده سويت بسويت هو اسيمتريكال قال في ال اه اسيمتريكال ايوه 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 اسيمتريكال. طب رياكتيف ارثرايتس اهي يا اشرف استعجلش يا اشرف انا قلت سويت ما بقول لك رياكتيف رياكتيف ايوه يا عم بقول لك ما تستعجلش قاعد يقول لك كونجنكتيفايتس قاعد يقول لك السول والكراستنج ايه يا اشرف انت طب هي بيجي معاها كونستيشنال سيمتوم برضو السيرو السيرو نيجاتيف دي بيبقى معاها كونستيشن. انا رحت عشان الهلا بي 27 اه بوزيتيف ايوه ما هي برضو سيرو نيجاتيف دي برضو صح كلامك مظبوط بس انت كيس بقى استعجلت معلش كيس انا استعجلت معلش سنه اولد مان 1 ويك 1 ويك ديوريشن برضو 1 ويك ديوريشن خلاص تمام تمام هي خلاص تمام لازم نقطمك عشان تفتكرها ان شاء الله. ميل 60 سنة presented to medical outpatient with fever, headache, body aches and weight loss 6 كيلوغرام في آخر 3 شهور من examination question. He tells of recent onset of jaw pain while showing food. Physical examination normal temporal arteries. Fundus examination shows pale, swollen optic disc on the right side and perimetry reveals an attitudinal field effect. Blood examination on cystic anemia is R98, CRP 56, elevated alternative disease. جاينت سيل. جاينت سيل جنسن بغض النظر ان هو بيقول لك نورمال لانه ساعات بيبقى فيها ميديا تريتمنت بالظبط خف على العين ميديا تريتمنت ميديا لا وبايوبسي برضه اه اه شوف بقى هنا بقى الشغل بقى الاجابتين شبه بعض ميديا تمبر ارت بايوبسي تمام اند انيشيشن اوف تريتمنت عمال اقول البايوبسي برضو مهم اه البايوبسي برضو مهم احنا بنعمل بايوبسي تاني وبيبقى بياخدوا سنتي كامل علشان الاسكيبليجن معلش هو ما عملش بايوبسي ده هو شبه هو بالاكزامينشن كده
فيزيكال اكزامينيشن. فيزيكال اكزامينيشن صح، بايبسي مهمه صح. مثلا ان شيت التريتمنت وناخد بايبسي حتى لو ما هوش في فيجوال ديفكت، حتى لو البايبسي طلعت نيجاتيف برضه هنكمل على بالظبط. احنا لازم ندي تريتمنت، ده انيشيشن سكيب ليجنز. اند ستارت. يلا يا باشا، يلا يا باشا. بعديها. هنا بعديها تمام. بشوف الاذر نعرف نفرقهم. ماشي اشرف. سوري. Which of the following is potentially fatal complication of microscopic blepharitis but not of classic blepharitis venosa? هي البولي ارترايتس نودوسا دي مع هاش لانج، مع هاش لانج. يبقى هي التانية دي هي الفرق بينهم. عندما تصبك بالانجايتس بتسبير اللنج بالمويه هيمورج. ايوه صح، هي زي ما الدكتوره قالت، هي اكتر حاجه بتأفكت الرينال وتسبير اللنج، فمش هيبقى مويه هيمورج. محمد تمام بتتكلم بس يوجوالي بتعمل كدني غاسترونتستينال وكارديوفاسكولار. هات الحته بتاع سكوك بلا انجايتس از يوجوالي ذا ريزلت اوف كدني ديزيز اور بالمونري هيموريدج. تمام. يا باشا اوكي. النونوسوديوم روتيتنو هو تريت اسفاسي. What is the most characteristic features؟ انا شكرا بس معلش يا باشا، هو في في السؤال اللي قبل اللي فات التيمبر ارترايتس، ومش المفروض ان احنا ما بنستناش لاي بايوبسي وبندي على طول تريتمنت؟ ايوه، لان الايرشنز زي المننجايتس كده بس. ايوه ما بستناش لما ادي ماخد عينه ال لامبر بانكشر، انا بدي انتي بوتكس على طول. بتاخد العينه بس مش بتستنى النتيجه، تاخد العينه وبتدي في نفس الوقت. بتاخد العينه وبتبدا العلاج في نفس الوقت. تاخد العينه قبل العلاج يعني. فين الاختيار ده اهو، انه انت اختيار رقم بي. شوف بي بقى بيقول لك ايه، انت بتاخد بايوبسي وبعدين وبعدها بتعمل تريتمنت. لا غلط، انت كونكميتنت معاه بتنشيشن على طول، بتعمل انشيشن كونكرنتلي مع البايوبسي. يعني الاثنين بتعمل يعني الاول تريتمنت بعدين البايوبسي، حتى لو ما فيش فيجوال ديفكت، ما فيش اي حاجه يعني. تمام يا تمام يا باشا. بارس ستيرويد على طول يا باشا، توكل على الله. لا على حسب فيجوال ادوكيشن وفيه فيجوال ولا لا. تمام ماشي، ما انت هتدي حتى لو ما فيش فيجوال برضو هتدي، بس هي مش بالص مش بالص. صح الله ينور. بس الفكره لو كان في اي يبقى تدي بلس صح زي ما انت قلت صح. تاني اورال. في سؤال بقى يا باشا في الانفكشن قصاده كان برضو نفس السؤال، بيقول لك مثلا لو حاله سسبكت مثلا انها انكفاليتس او مننجايتس، بايه الاوبشن انك بتعمل لامبر بانكتشر وتستنى النتيجه تدي انتيبيوتكس، ولا بتدي انتيبيوتكس قبل اللامبر بانكتشر، ولا بتعمل ايه؟ فكانت الاجابه طبعا انك تدي على طول انتيبيوتكس وما تستناش اصلا نتيجه اللامبر بانكتشر. هي نفس الفكره، انت خايف على العيان يعني، خايف من في المنجايتس. دكتور محمد تقصد تمام. ايوه يا باشا تمام. القراءه دكتور اشرف.
نفس فكره الانفكتيف اندوكاردايتس برضه بندي بلايند الانتيبيوتكس من قبل الكالشيوم. لا لا لا، الانفكتيف اندوكاردايتس انت بتاخد عيناتك الاول وبعدين بتدي انتيبيوتك عشان الانتيبيوتك ما ياثرش على نتيجه العينه. انت بتسحب العينه وبعدين الانفكتيف لا يا اشرف، ولما النتيجه تظهر بتشوف شور الانتيبيوتك بقى على حسب النتيجه مثلا. طلع الانفكتيف منهم، طلع الانفكتيف منهم، خليك في زي ما قال لك الانكفلايتس واللي في الجاينت سيل. ماشي يا طيب، نحل السؤال ده قبل ما يصل. كمل المونوسوديوم يوريت مونوهيدريت، هيروح بص عليها. What the most characteristic feature seen in examination؟ شوف المونوسوديوم ده سبندل، اللي هي النيدل، سوري نيدل قصدي نيدل سبندل، نيدل شيب كريستال، دي اللي اهم. الكالسيوم بقى بيبقى رومبويد شيب، اللي بعده رومبويد شيب، بغض النظر عن بوزيتيف والويك بوزيتيف والكلام ده. يعني هي ويكلي بوزيتيف اصلا. هي ويكلي بوزيتيف مش بوزيتيف. فاي ثينك ان هتبقى دي كده. دي اهم حاجه ان هي دي نيدل شيب. كل السينك بتاعك يا باشا صح. بتقول يا فندم؟ بقول كل السينك بتاع سيارتك صح يا باشا. ربنا يخلي لنا سعادتك يا فندم. طب نخرج ونخش تاني لانه كده كده هيفصل علينا. وماله يا باشا.